الزيارة اللي جات لنا النهاردة ونورنا جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان فيها مجموعة من النقاط. واحد، أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقة الودية التاريخية اللي بتربط ما بين مصر وسلطنة عمان، واللي زي ما بقولك اتشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صف واحد ضد الأزمات والتحديات. اللي أنا بقوله لك ده نابع وخارج من المحادثات والمناقشات اللي جرت ما بين فخامة الرئيس وسلطان عمان هيثم بن طارق في قصر الاتحادية عندنا في القاهرة العظيمة. طيب، من جانبه أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقة المصرية العمانية، وأشاد بقوة ومتانة أواصر المودة والأخوة اللي بتجمع ما بين شعبين شقيقين عبر التاريخ. أكد سلطان عمان على حرص السلطنة على تعزيز أطر التعاون القائمة ما بين البلدين، مش بس كده بل وفتح أفاق جديدة للتعاون ما بين البلدين مصر وعمان في كل المجالات خلال الفترة اللي جاية. زعيم البلدين، قائد البلدين أكدوا عن ارتياح حقيقي وكامل للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري ما بينهم. وأنا بحكي لك ليه ده، احنا عندنا تقرير أنا أدعوك بجد إنك تتفرج عليه وتسمع كويس وتشغل الفهامة تتبسط. شوف التقرير.
قامت السيد رئيس الجمهورية بإهداء قلادة النيل إلى جلالته. يتفضل مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان بمنحيته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وسام عمان الأول أحد أرفع الأوسمة العمانية، وذلك تقديرا من لدن جلالته لأخيه فخامة الرئيس واعتزازا بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين.